السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزرون قوس نابع رجلتكم بفيديو جديد. وفي هذا الفيديو راح نشرح تحدية الأوفر تايم اليوم الثاني. أوكي بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. خليكم مع المقطع ونبلش بالتحدي الثالث. والتحدي الثالث مطلوب منك إنك تدمج أي شخص باستخدام أي سلاح. يعني لو دمجت واحد باستخدام الشوتجن أو الاس ام جي أو السكار راح ينحسب لك التحدي. يعني تدمج بس 1000 دمج لأي شخص. وعشان تخلص التحدي بسرعة كل عليك تفوت طور الاند جيم او التيم رامبل، عشان هناك بيظلهم يرسبنوا وتظلك دمج فيها. خلينا ننتقل للتحدي الرابع. والتحدي الرابع مطلوب منك انك تفوت انت وصاحبك دو وتوصلوا توب 10 مع بعض. يعني تفوت انت وصاحبك دو وتوصلوا المركز العاشر 3 مرات. وفي كل جيم لازم توصل توب 10 او اقل. لو وصلت اعلى من توب 10 مش راح ينحسب لك التحدي. وبس تخلص الاربع تحديات راح يعطوك الستايل المجاني مثل ما انتم شايفين. وبس يا اصدقائي هنا بيكون وصلت الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ان شاء الله كل ما ينزل اي تحدي راح انزل فيديو. وعشان يوصلك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ولا تنسى اللايك. مع السلامة.